وعن معاذ بن جبل أبي عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي صحابة ترجمته ذا مركض أخرده إيمان أكاكر ديوي أصغي رق لمدة أبو الدرداء أبو الدر أصغي إيمان بك أبو بكر الصديق ضدك النوع عازة تراجمته ذا أخريا سلف أتكسوا جيدان هم أصلكم وفصلكم وإليه يحن قلبي بودي جرينك لو رجع حسن البصري مركو شيء رقاسك له هؤلاء أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي تذكى أخرية تاريخ ذا ترجمة ذا إسكدة يا وحيان عن تربقش كي معنا مرها أبو عبد الرحمن باكم ذا والنبي قد شعلا عليه الصلاة والسلام ننفريد ولا يروها أخذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد النبي عن تقبطي رب سيق عنت وقال وحون صوبن يا معاذ معاذو والله الله أنقذ أرتانيك محمد عليه الصلاة والسلام إني لو أحبك إلهي درتي بنكوج عليه نبي وارد أرتي إني أدت وكتب استعمالي لامبو قليي أنت أحد قصمين يواكما حبيب الله خليل الله رب وأفضل أفضل البشرية على الإطلاق بشر كي أفضل بناوي سد الراجعة والله الله أن كنت أرتي إني لو أحبك قول لك بالنبي قمر كادقها يا ونوع عديها وشو أقبو إلهي درتي بانكوش علي ثم أوصيك وانكو دردار ما يا معاد حديثك اختصار بنو قلية الرواية وحديثك قولي هاي مركو النبي قول والله إني لو أحبك يا معاد معاد حوري بأبي أنت وأمي يا رسول الله إني لو أحبك أيضا حوري أبي هذا الله كوفرتي رسولك إلهي أنو واكوش علي نبحر وان اوغاهي ايغه دغيسه دردارنكا ثم اوصيك واكو دردار ما يا معاد معادو لا تدعنها كتغن لا تدعنها كتغن في دبر كل صلاه صلاه والبغداشيده marka dhamayso ha katagin taqulu ina tiraado allahumma a'inni wa fi riwaya rabbi a'inni allahumma a'inni allah igu kaalmay ala dhikrika huskaad inaan ku xuso wa minhu alquran كلام كان أنا أخريه أن تحميد لا إيمان أو تصبح لا إيمان إله أن كحصو عرب كيجو أن ذكر هذا اللي جوا الله يكلمه وشكرك ما هنقى هذا إلهي ما هنقضه أبالك الجوج قال نولش هذا يا نعمة عافمات كان نعمة إن رها نعمة لعل حد بان نعمة فهم كان نعمة روحي لقى قريبا قرنية هذا قرن ما يزيد عاد على كم وأتقصوا كعب القبسين رب رب في الرجل هبل وهم يلقوس وسور دهيا واحد كم هنقي يا واحد مدور ورو مايس ما لك لو قبطن بتقرن وشكرك إن أنكم ما إلى أنكم هنقو نعموينك يا أبالك أنكم هنقو وحسن عبادتك يا عبادة وأنا أقسم الله كوي دي سنة يا إن سوى أنا أقسم الله كوع عبد وكلمة وي عبادة وأنا أقسم أو خشوع له أو نعو له أو دجنانشل أو معان له أو إخلاصي صدقي ولا تؤلى درتيها حديث صحيح رواه ابو داود والنسائي باسناد صحيح ولذلك حديث كان مركو النبي وش معاذ والنبي يقول وانا كجعله وانا كو دردار ميا صدح ذا ويرد هكتين ربي اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هكتين ارضي يسيبو وشيغي ويركالي وان كو درد نك لو رن جري اسنابحي ابو عبد الرحمن اسنابحي وشيغي وحولي ودردار ما اسقونا أرضي معاذ وصنا بحين وحقدر دار ما أرضي إسحاق عبد الرحمن الحبلي الحبلي أذكرنا إسحاق زوجنا يمني جه الشام جناها أبو عبد الرحمن الحبلي وحقدر دار ما أرضي إسحاق عقة المسلم التجيبي اللي هو دار العزنا محمد أولي بكور من مقدمة ما بعدها مقدمة إني والله لو أحبك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أفرت معادي صدع أرضي وضمبي صنابحي أبي عبد الرحمن الحبولي عقبة المسلمة تجيب المصري نوال بنبو در دارما وأوير وانا أكسن هذا قيمة بضان على سو در دارما نبقى مركا ميشو معاد كتشوغي بان أركيسا يسوك على يسودو كويري روح وإنتا كويري أو سيدا نبقى أقول دار تسحاد لكم هاي من السوهي ليسان سو بارا وأركيسا نبقى 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 كتش على أنتم معادوا تشعلا ضدوا كتشعلا باكرا لكن أنت نمو اسكو قدروا معاد كاي أنا ولي مارك إني والله لو أحبك يا معاد ضدك يا وجع شاي عايشو يا كحي النبي قال له حق الرقة أبهر أبو بكر أو لبدا باكر
لكن صيغتان كالقعل الجونية هي الضنين من ديغزوها معاذ مساكين المسلمين سووا حق أسيني يحولي سوء قده الديم أسوء قال يبقى قامو بي مركز المدينة هنتب بضانو الدين الله قبص دي نبي وحو قدر يمن بإنو كسو دقالو كسو يولو الدين تسكا قبحي مركو الدين وكي لدر دامو يلي إن هذا الإيمان نمبا لغي يابا أد قبرك يقصو مرتو ولا در دارم بي سنة إذا النبي محمد الله حبالي بمدينة كسو اللابت مصالك المردن بي مركنين وحبذان أشياء بها وكنا بقولوا أعلم الناس بالحلال والحرام ما لك قيامنا مع ضحو إمن دونا علماء المسلمين تسوقه قامنية أو بكر عمر سقه قامنية في الآخرة جميع العلماء من أبينا آدم إلى قيام ساعة نو والبوع عالم أدونك الصوم مري وقاسكه قامن دونا ومعاذ ابن جميل إنك النوع عاسب إنك ما مركا هول سال المعاذ